وبسم الله مجراها والحمد لله مرساها. تنطلق الباخرة فين؟ إلى ميناء الجزيرة الخضراء. راديو أصوات غادي يرافق الباخرة ذهابا وإيابا من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، واستقبلوا الجالية المغربية اللي كتجي إلى أرض الوطن في هذا الموسم هذا في إطار البرنامج ديالكم يا موجة غني. ترقبوه دائما ابتداء من يوم الاثنين من 4 حتى 6 ديال العشية.